خليني ابدا معاك يا احمد الاول، هل بداتوا حاجه في المنتخب 2008؟ نعرف الناس ايه اللي بيحصل برضه. الحمد لله احنا من شهر 10 شغالين. يمكن الاول كنا بنتفرج على ماتشات كده زي ما بيقولوا كل واحد بيتفرج، يعني كل مدرب كان كابتن احمد بيبعت كل واحد في ماتشات عشان يتفرج على الفرق. وبعدين جينا في اول 11 عملنا بطوله قطاعات مصغره اوكي في اسكندريه برعايه الحاج عامر. بصراحه يعني منطقه اسكندريه عملت معانا واجب، مش عايز اقول لك عملت ازاي. الحاج عامر ده خلي بالك بصراحه يعني حاجه بجد جميله بجد، رجل من والله يعني بيخدم الكره المصريه بقلبه بصراحه، بعيدا والله عن اي حاجه وبعيدا يعني ماشي نختلف نتفق معاه في المسابقات، ولكن المسابقات من الناس دعوه فيها. انا بتكلم على ان هذا الرجل لو يعني هو برضو خلي بالك من الناس اللي ليهم فضل كبير عليا يعني أكيد تحديدا أكيد, اكيد اي حد اسكندراني انا اقسم بالعشره الحاج عامر الحاج عامر يعني حقيقه ارجع اقول لك يعني الراجل بيخدم بصراحه بما يرضي الله. منطقه اسكندريه عملت لنا معسكر للمنتخبات كلها، جمعت 8 منتخبات، بحيره بقى وغربيه ومنوفيه وشرقيه وقاهره وجيزه واسماعيليه. وبعدين بعديها بحوالي 3 اسابيع كمان عملنا بطوله تانية لبقيه المجاميع، خلصنا بحري كله والحمد لله انتقينا حوالي 65 لعيب ان شاء الله. اول تجمع لينا كل ده كانت تجمعات مصغره أوكي. الفرق بتلعب وانت بتتفرج مع عليها. نقينا حوالي من 60 ل 65 لعيب. شايف ايه يا احمد؟ شايف ان هذا الجيل جيل مبشر لمصر ولا عندنا برضو محتاجين اكتر؟ كالعاده احنا عندنا لعيبه مهاريه كويسه جدا 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 جدا، محتاجه حد يثقلها. والثقل الثقل ما بيبقاش في فتره المنتخب، الثقل من الانديه من الانديه مدربين الانديه. عندنا مشكله كبيره في مدربين الانديه بتاعت الناشئين. أيوة. من غير بقى دخول في تفاصيل عشان ما حدش يقول طب ما انت مش عارف ايه بقى. عندنا مشكله عندنا مشكله تكتيكالي، عندنا مشكله بدنيه، عندنا مشكله ذهنيه، عندنا مشكله كبيره قوي في الناحيه الذهنيه. انت ممكن تلاقي لعيب كورته كويسه جدا 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 لاقصى درجه، صح، ذهنيه مش عارف هو بيتحرك ازاي، مش عارف الكره لما تبقى في الحته الفلانيه، وكجهاز منتخب ما تلحقش تثقل. لا طبعا يعني صح. الى حد ما بنحاول والكابتن احمد بيتكلم كتير، معسكرات محاضرات كتير ولكن انت انا عايز اقول لك انت المفترض ان المنتخب ده بيجي له لعيبه جاهزه، ده الطبيعي المفروض المفروض ان والله المفروض صح. انت بيجي لك لعيبه جاهزه، انت يا دوبك بتشوف احسن العناصر، بتعمل تشكيل معين، بتعمل طريقه لعب، بتعمل خطه وتشتغل عليها. صحيح. مش المفترض ان انت لسه هتعلم، فدي مشكله كبيره بتواجه السن ده تحديدا. خلي بالك منتخب للاسف منتخب ال 17 سنه من التسعينات اخر مره وصل كاس امم افريقيه كانت حوالي 93 او 94. فيعني ما فيش حد 97 عشان 97 تحديدا، بقى لنا اكتر من 26 سنه ما بنوصلش بطوله الامم المؤهله لكاس العالم. صحيح. فدي مشكله، والمشكله دي بنواجهها فين؟ بنواجهها من الانديه. عشان كده انا شايف ان اللعيب المصري لعيب كويس جدا ولكن ينقصه حاجات كتير جدا. اولها الشغل النفسي البدني الذهني، ده كله لو اتجمع في مدربين كويسين في الناشئين اعتقد هنوصل لحاجه كويسه. انما احنا هنحاول وبنحاول وان شاء الله ربنا يكرمنا، مجموعه مبشره وان شاء الله يعني ربنا يكتب لنا الخير ان شاء الله. وسط 120 مليون هتلاقي اعداد، اعتقد اعداد كبيره جدا من الشباب اللي يقدر يمثل مصر خلال المرحله القادمه. وزي مره ثانيه زي ما بقول لحضراتكم انه هذا الجهاز الفني الرائع الحقيقه اعتقد ان هم يستطيعوا ان يجهزوا لنا تيم لمنتخب مصر خلال الفترات القادمه ويمثل مصر بافضل شكل او ادى اللي نتمناه. لو لقيناهم برضو بيعملوا كده ولا كده هتلاقونا ايه ادي ولا يهمك ادي ولا يهمك. اتمنى لكم يا رب كل التوفيق.